السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا، أحبنا بحلقة جديدة من حصاد الأيام وأبرز الملفات اللي راح نتابعها. حياكم الله مجددا مشاهدي الأحبة. منذ اختيار رئاسة الجمهورية وتكليف فيه للسيد محمد السوداني وجلسة الأمس الخاصة بمنح الثقة لحكومة السوداني مدة زمنية ما تتجاوز التوقيتات الدستورية بطرح الكابينة الوزارية، وهذا الأمر يميز الحكومة الجديدة عن سابقاتها بقصر المدة اللي تم اختيار وطرح الكابينة الوزارية وفق الخطوات القانونية. جلسة يوم أمس هي مرحلة انتقالية تشهدها العملية السياسية لانتشال البلد من أزمته اللي قبع بها منذ زمن حكومة تصريف الأعمال. وبحسب المراقبين للمشهد السياسي فإن حكومة السوداني أصبحت محور آمال المواطنين ويتأملون بها كل الخير بالانطلاق نحو إصلاح المشهد السياسي اللي شابته ملفات الفساد والإرباك والمتغيرات الكبيرة اللي حصلت في الحقبة الماضية. في ملفنا الثاني من هذه الحلقة مشاهدية راح نتابع مع مباشرة الفريق الوزاري برئاسة السوداني مهام الحكومية، فإن الشعب العراقي يتطلع إلى عهد جديد من التغيير بما تقتضيه تحديات وصعوبات المرحلة، خاصة وإنها الحكومة الأولى بعد الحقبة الأشد ضراوة على السواد الأعظم في العراق منذ عام 2003. فإصلاحات الحكومة السابقة لم ينفذ منها شيء وبقيت حبرا على ورق، بل أنها توغلت كثيرا في إيذاء العراقيين بعلم أو سوء تصرف غير مهم ذلك، لكن المشهد واضح بأنها حكومة أزمات وأصبحت مربكة. مشاهدينا هذه الملفات راح نتابعها ضمن حصادنا لهذه الليلة ونناقش محاورها مع ضيوفنا الكرام، تتفضلوا البقاء ويانا ومتابعتنا. صفحة جديدة تفتحها حكومة السوداني الخدمية بعد طي صفحات من الأزمات والخلافات، فالمشهد السياسي يسير نحو تنفيذ الوعود اللي جاء بها السوداني بما يتلائم مع تطلعات المواطن رغم التحديات اللي تواجهها حكومته، لكن ما تم تجاوزه في المرحلة السابقة تعد تحديات أصعب، بالتالي هذه العراقيل الحالية ما تعيق فرص التقدم بالبلد بحسب ما وصفه المراقبون. مشاهدي الأحبة نتابع التقرير اللي عادة أن الزميل نهى الشمري، وبعدين نفتح محاور حديثنا مع ضيوفنا الكرام. بسقف زمني يتسابق مع التوقيتات الدستورية مع دعم واستبشار كبيرين بالحكومة الجديدة، قدم السوداني كابينته الوزارية ليمنح النواب ثقتهم بالحقيبة المطروحة. ففي جلسة يوم أمس دعم النواب الحاضرون حكومة السوداني بالتصويت إجماعا على فريقه الوزاري وتقسيم 21 وزارة من أصل 23 وفق المكونات المشاركة إلى حين إنهاء الخلافات القائمة بشأن ما تبقى منها. نتأمل أنه يكون دعم مباشر لنجاح هذه الحكومة اللي نعتبرها بصراحة حكومة مفصلية لإنقاذ العراق من ما هو يعاني من أزمات. يعني أكيد كثير من الملفات بانتظار الحكومة، كثير بالنسبة للوضع التنفيذي، بالنسبة للوضع التشريعي أكيد قوانين كثيرة تحتاجها المجلس النواب يصدرها لغرض منح الحكومة بعض الصلاحيات اللازمة لحل الأزمات الموجودة. حكومة السوداني تباشر مهامها المناطة لها لتنفيذ ما جاء بها من وعود بتنفيذ الخدمات الوطنية، إذ تواجه هذه الحكومة عراقيل وتحديات كبيرة ألقيت على عاتقها لما خلفت لها من تركات فساد ومنظومة سياسية مربكة، إذ لا بد من السعي بالفرص الممكنة إلى إيجاد بيئة تنهي حقبة الأزمات. بالتالي يعلق العراقيون آمالهم على الحكومة الجديدة لتكون مرحلة مفصلية لإنقاذهم من الأزمات. بالتأكيد التحديات كبيرة، ولكن بنفس القدر الذي تكون عليه هذه التحديات هنالك قدر أكبر من الفرص، فرص النجاح وفرص معالجة الأخطاء وفرص تقديم الخدمات وفرص الوفاء لهذا الشعب بما يستحقه وبما له من حق في رقاب كل القوى السياسية سواء كانت سلطة تنفيذية أو تشريعية. فمع هذه التحديات المحاطة بالحكومة الجديدة ووجود المعارضين لها داخل قبة البرلمان، يرى المراقبون أن رئيس الوزراء محمد السوداني حازم في قراراته بمنع الفساد وإصلاح العملية السياسية، كما وعد بذلك في منهاجه الوزاري المقدم
للعبور من أمواج الأزمات المتلاطمة. نهى الشمري، الأيام الفضائية. مجددا حياكم الله مشاهدي الأحبة، أرحب بضيفي الكريمين أستاذ حسين شلوشي الكاتب والمحلل السياسي. حياك الله أستاذ حسين ضيفا كريما، أهلا ومرحبا بك. وكذلك أرحب بدكتور سلام الزبيدي عضو ائتلاف النصر، أهلا بك دكتور سلام. أبدأ مع حضرتك أستاذ حسين، نتحدث عن جلسة منح الثقة للسوداني رغم ما تأخرت في التوقيتات بين الثنتين الظهر، وصلت إلى 6 إلى 8، ولكن كخطوات أولية تعتبرها بعد أن تم التصويت على الكابينة الوزارية والمنهاج الوزاري، تعتبرها أولى خطوات النجاح أم أن هنالك بعض المؤشرات اللي سجلتها حضرتك؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيفك الكريم أستاذ سلام وللمشاهدين الأعزاء، لك كل التحية. واقعا على المستوى السياسي، سواء السياسي الداخلي، أطراف ائتلاف إدارة الدولة المشكل في البرلمان العراقي والذي صوت على هذه الحكومة، وأيضا الجانب السياسي بالنسبة إلى المجتمع الدولي تقريبا الأقليمي والآخر العالمي، هذه الظروف كانت مواتية وميسرة وسهلة لتمرير هذه الحكومة بدءا يعني من التصويت أو في التكليف والانتقال إلى مرحلة العمل بسلاسة. أيضا هنالك تعاطف جماهيري كثير من حجم الخيبة والإحباط للسنوات الثلاثة الماضية أو الأربع سنوات الماضية، باعتبار أن أداء الحكومة بشكل عام تقريبا متوقف أو شبه متوقف، فضلا عن ملفات الهدر والفساد التي تستشري في مفاصل إدارة الدولة. ولذلك هنالك إقبال، هنالك تفاؤل، هنالك انتظار إلى منتج من هذه الحكومة، وأيضا هنالك ثقة بهذه الحكومة، لا سيما برئيس هذه الحكومة، وأعني السيد الشيع السوداني، لما عرف به من نزاهة وقدرة تخطيط وتنظيم ومتابعة ومعرفة ودراية أيضا بأولويات العمل في الحكومة القادمة، وحتى حاجات المواطنين، أولوية حاجات المواطنين القادمة. هذه كلها دوافع أو حوافز معجلة في أداء حكومي نستبشر به خيرا. التوقف حقيقة هو لاحق إلى هنالك إلى صدمات البيانات القادمة، حجم الفقر بالعراق كم هو، كم يعالج السيد السوداني باعتبار وضعها في الأولويات، حجم البطالة التي يريد أن يعالجها السيد السيستاني، عفوا السيد السوداني، في هذه في بداية انطلاق حكومته بهذه الموارد المتروكة حاليا. أقصد بالموارد الموارد البشرية الآن المنزوعة الثقة عن الحكومة السابقة، وهي الآن تترقب أداء حكومي آخر وهو أمام هذه المشكلة. المعطل الآخر الأهم أعتقد التأثير الخارجي، وإن بدا مرنا في تمرير هذه الحكومة لأسباب واقعية تتعلق بهذه الدول، لكن هذه الدول لم تنفك عن العراق في تعطيل كثير من مشاريع، لا سيما في الجانب التركي، سيكون ملفا ضخما في وجه هذه الحكومة، سواء على مستوى السيادة العراقية أو على مستوى الموارد المياه من تركيا، بالإضافة إلى إشكالية التحالف الدولي والولايات المتحدة والعراق وقدرات العراق الأمنية في مواجهة الإرهاب. هذه معوقات أولى، وتبقى المشكلة الكبرى كما شخصها السيد السوداني، مشكلة الفساد المستشري في مؤسسات الدولة، باعتباره ووصفه بالجائحة وهو أكبر من جائحة حقيقة، بالتأكيد هو يخلق كل الأمراض حاليا في المجتمع، هو الذي يعطل عجلة الأداء وعجلة الإنتاج وعجلة الإبداع وعجلة تطوير كل مؤسسات الدولة وحتى المواطنين في حقول وميادين مختلفة في داخل العراق. مهمة الحكومة ليست سهلة على الإطلاق، ولكن هنالك أمل كبير في رئيس هذه الحكومة، وهو اختار كابينة وزارية له كانت حرية جيدة بالرغم من ضغوطات وترشيحات الأحزاب، ولكن كانت هنالك مساحة معينة تمتع بها السيد السوداني بحرية جيدة يستطيع من خلالها
أداء عمل، يعني ذهب هو إلى الجانب العملي. إذا نراقب في بعض خيارات المهمة قبل يعني الجانب العملي أستاذ حسين، يعني ذكرت الضغوطات وهذه الموضوع خلينا نتحول بها للدكتور سنام الزبيدي. دكتور سنام، جد ترحابي بحضرتك، ويطرح ضيف الكريم الأستاذ حسين شلوشي الضغوطات التي مورست في اختيار الوزراء. خلينا نأتي إلى تحالف قوى الدولة أو تحديدا ائتلاف النصر. يعني هسه من المعلوم حسب البيانات اللي صدرت لا اكو ضغوطات ولا اكو مشاركه حكوميه على ارض الواقع بعد ان اعلنت الكابينه الوزاريه. طيب الموقف الحالي شلون راح يكون من تحالف قوى الدوله بشكل عام او من ائتلاف النصر بشكل خاص، مع ضد او مع المجمل او الجو العام؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير عليكم استاذ احمد وعلى ضيفك الكريم ومشاهديكم الاكارم. يقينا واجه السيد السوداني يعني ظروف معقده وصعبه في عمليه اختياره للكابينه الوزاريه، وكان واضح ومعلوم لان السيد السوداني بصراحه يعني تعرض لضغوطات بسبب شكل النظام السياسي والاستحقاقات الانتخابيه التي فرضت واقعا على اختيارات السيد السوداني، وبالتالي هي انهت حقبه من الانسداد السياسي طال امده لمده سنه كامله، ونعتبرها كخطوه ايجابيه لاستكمال استحقاقات الدستوريه بغض النظر عن بعض الاسماء التي ضمتها الكابينه الوزاريه، وهناك اعتراض من قبل بعض القوى السياسيه او من قبل الشارع ايضا على يعني تدوير بعض الاسماء واعادتها وفرضها. لكن اليوم يجب أن ننظر إلى المشروع ونبتعد حقيقة عن الأسماء. المهم أن يكون الأداء وأن تكون حكومة السيد السوداني قادرة على تنفيذ برنامج حكومي مليء بالوعود والآمال، ولكن يواجه تحديات كبيرة وليست سهلة. من المفترض أن يكون هناك دعم. موقفنا في ائتلاف النصر باركنا للسيد السوداني حكومته، وأكدنا مرة أخرى أننا لسنا جزء من هذه الحكومة ولن نشترك فيها، لأن لدينا موقف سابق أعلناه واستمرينا بموقفنا أن لا لن نشترك في حكومة محاصصة بصراحة، يعني لن نشترك لا في حكومة الكاظمي ولا حتى في حكومة السيد عادل عبد المهدي. ليس وضع العصا في العجلة، وإنما لدينا رؤية أننا يجب أن نترك المساحة للحكومة باختياراتها من أجل نجاح عملها. ولليوم يعني كان لدينا بيان أيضا، سندعم حكومة السيد السوداني ولكن بصراحة لن نكون جزء منها، ولكن سندعمها بقوة كمشروع وكمنهاج حكومي، وسنقف بموقف المراقبة بصراحة، لا نكون في الموالاة يعني ولا في المعارضة. المراقب يختلف عن المعارض؟ نعم، يعني بياننا واضح، لن نكون لا موالاة ولا معارضة. نعم، وإنما داعمين للخطوات الإيجابية، وستكون لدينا ملاحظات وسنقوم أي شيء سلبي. المهم أن يلتزم السيد رئيس الوزراء بالسقوف الزمنية اللي قطعها على نفسه، أن يؤدي انتخابات خلال مدة عام. تعتبر هذا دكتور سلام أنه هذا مسار جديد بالعملية السياسية، أنه لا موالاة ولا معارضة بل تقييم أداء وتقويم هذا الأداء؟ نعم، حتى تعطي تعرف هي الحكومة لها سقف زمني محدد، وبالتالي انت يجب ان تعطيها المساحه وتعطيها الدعم، على اعتبار يعني انا قلت انه لديها مشروع يحمل امال وتطلعات وخطوات جيده. فعندما تكون معارض لعمل الحكومه ممكن تعيقها بصراحه وهي مدتها قصيره. اذا نحن سنقف معها في اي عمل او خطوه ايجابيه. او بالمناسبه يعني اغلب فقرات المنهاج الحكومي إذا ترجع شوية لي ورا كانت هو من ضمن مبادرتنا في 22 حزينار قالت أنه يجب أن تكون هناك حكومة أصيلة ذات سقوف زمنية تؤدي انتخابات مبكرة، وأن بشرطها وشروطها وأن يكون تعديلات دستورية وتعديلات على بعض القوانين، وأن تلاقي الدعم من كل القوى السياسية من أجل كسر الجمود السياسي والانسداد السياسي. شريطة أن تكون هذه الحكومة منفتحة على الجميع، واليوم أيضا أكدنا في بياننا أنه هذه الحكومة أيضا يجب أن تكون على مسافة واحدة مع الجميع، حتى مع الكتل المقاطعة والمعترضة، حتى تحقق هدفها في الإصلاح والتغيير، وسنكون داعمين لها في كل الخطوات. واليوم حقيقة بدأت هي بخطوات جيدة، يعني أنا أعتقد إذا استمرت في هذه الخطوات ودعمتها وعضدتها ستكون هي خطوات ناجحة وخطوات ممكن أن تترك أثر بالشارع، والشارع إذا
شاهد شيء ملموس وواضح سيقدم الدعم لحكومة السيد السودان. نعم. طيب اسمحوا لي اضيف الكرام ان ارحب بالسيد غوران فتحي عضو الاتحاد الوطني الكردستاني ينضم معي عبر سكايب من السليمانية. حياك الله سيد غوران. يتحدث الدكتور سلام الزبيدي عن مسار جديد بالعملية، لا موالاة ولا معارضة اتخذته بعض الكتل السياسية، ولكنه في الوقت نفسه هي داعمة لحكومة السوداني. بهكذا حال هل هنالك اشتراطات بأن تكون هذه الحكومة محددة بفترة زمنية تعد لانتخابات مبكرة قبالة هذه المواقف؟ حياكم الله، تحياتي لكم ولمشاهدي قناتكم العزيزة والإخوان الكريمين. حياك. أعتقد حكومة السيد السوداني ستكون حكومة قوية، وخاصة إن القوى السياسية الكبيرة في البلاد كما تعرفون داعمة لها، سواء داخل البيت الكردي أو البيت الشيعي أو البيت السني. ولكن نجاح هذه الحكومة باعتقادي تعتمد على عدة نقاط، من بينها من المنهاج الذي أعلنه السيد السوداني، منها كانت من عدة نقاط أيضا، وباتفاق مع القوى السياسية التي شاركت في الحكومة الحالية كما تعرفون داخل البيت الكردي، الاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي الكردستاني، اتفقوا، كان هناك بينهم اتفاق ونقاط مع حكومة السيد السوداني، وكذلك القوى السياسية الأخرى السنية وحتى الشيعية. عمل السيد السوداني بهذه النقاط وإنجازها سيكون عامل جيد أن يستمر حكومته لأربع سنوات. وكذلك هناك عقبة أخرى كما تعرفون، هناك معارضة قوية في الشارع من التيار الصدري وكذلك التشرينين، وهم أيضا باعتقادي عيونهم على هذه الحكومة، وكان لهم مطالبات كما تعرفون، منها حل البرلمان والعمل على إجراء انتخابات مبكرة، وكذلك للتصويت لانتخاب حكومة مقبلة. هذه العقبات باعتقادي في حال إنجازها من قبل السيد السوداني ستكون عامل جيد، يعني هذه النقاط لاستمرار حكومته للأربع سنوات المقبلة. طيب أستاذ حسين، نتحدث عن هذه المعطيات، ولكن ايضا هنالك لربما بعض التحديات. هسه شفنا حكومه تصريف الاعمال، اليوم كان استلام وتسليم رئيس الوزراء السابق، يتحدث عن انه عاف هل قد كيلو ذهب، هل قد لزم الميزانيه بها مليارات، وهل قد سلمها ضعف هذه المليارات. طيب هذه الانجازات تعتبر انه انجازات فعليه للحكومه السابقه، تعتبر ممهدات للنجاح للحكومه الحاليه، لو هذا الكلام نعتبره في مصاف الحديث الإنشائي ونطالب بوقائع على الأرض؟ يعني لا يمكن الحديث عن إنجازات في حكومة تصريف الأعمال على الإطلاق بأي شكل من الأشكال. احنا كنا أداء الحكومة كان بالسالب، يعني بالعكس هي كانت تأكل في رأس مال الدولة، في جسد الدولة على كل المستويات، وأولها هيبة الدولة وعنوان الدولة والحكومة والأداء الحكومي والوظيفة العامة وحماية المال العام وما إلى ذلك من مفردات اعتادت عليها كل الدول بالعالم، جميعها فقدت، وعودة هذه الأشياء أصعب من أي شيء آخر، هذه موارد أساسية بالنسبة إلى الدولة. أما في الحديث عن موارد اقتصادية واحتياطي وما إلى ذلك، هذا القاصي والداني عرفه في الموظف في الحكومة، ولا سيما في الجانب المالي. احنا الاسعار النفط انضربت في 2.5، ولذلك هاي 2.5 الزايده هي اللي سوت هذه الوفره، والا لا اجراء ولا بيع ولا شراء ولا مورد اخر ولا اختزال ولا اساليب واليات اقتصاديه لتجميع هذا الاحتياطي النقدي. هذه مفردات يعني حقيقه لا يمكن القبول بها. الحكومة تصريف الأعمال حقيقة كانت فترة مظلمة بالنسبة إلى العراق وإلى المواطن. نعم. المواطن لم يتلمس شيئا مباشرا على الإطلاق. كانت لدى هذه الحكومة، حكومة تصريف الأعمال، مهام محددة وبسيطة، في واحدة من أبرزها وأهمها إعادة هيبة الدولة. احنا رحنا في هيبة الدولة إلى أسوأ منطقة فيها حتى تتهم رأس الحكومة أو
أعلى هرم في الدولة العراقية بالفساد وإدارة فساد، منظم في القضية الواضحة الآن للرأي العام في سرقة القرن، أي ما يمجز هذا. والآخر في موضوعات انتخابات، أيضا القاصي والداني يقول ماذا كان في هذه الانتخابات المنصرمة من حماية، من أمن، من تزوير، ما إلى ذلك من المفردات، وأنها لم تعبر عن واقع سياسي في داخل العراق. هذا يعني أنا أتحدث عن هذه المهام الأساسية. الثالثة الانتعاش الاقتصادي وفتح موارد اقتصادية جديدة إلى العراق، وإحنا النفط ما نطيب نوزع بلاش وهو رقم واحد. أي موارد يعني، أو دولة تنتج 80 سلعة إحنا نستورد منها 300 وكسر سلعة، بأي عنوان هذا؟ نذهب إلى مشاريع تأتي لربما بأكلها إلى البلدان الأخرى مباشرة وإلى العراق لا تأتي بشيء جديد، بل عرضة إلى التخريب الأمني من دول معادية للعراق مثل الكيان الإسرائيلي، وأعني بذلك موضوع النفط وتصدير النفط واستيراد الطاقة من مصر وعبر الأردن، ومشاريع يعني في حديث ندخل رومانتيك، يعني ما بي إدارة، ما بي مباشرة، ما بي استيعاب حتى إلى حاجة العراق. يعني أنت تخلط بين مشروع لربما تحتاجه وراء 15 سنين وبين حاجة تحتاجها اليوم أو بعد 6 أشهر أو بعد سنة، تترك هذه كلها وأنت حكومتك تصريف أعمال يفترض عمرها سنة كانت. هذا يعني حقيقة أنا لا أريد أتحدث عن موضوع يعني مؤلم الحديث عن حكومة تصريف الأعمال لأنها ليس فيها عنوان للإدارة، وهذا الكلام كلام الوزراء وكل المؤسسات المهنية في داخل هذه الحكومة. إحنا الآن ما تبقى من هذه الدولة، ما تبقى من هذا الركام، الآن الفرص المتاحة هي الفرص التي أيضا أتيحت إلى هذه حكومة تصريف الأعمال، وأولاها هذه الوفرة المالية من فروقات السعر والأزمة الأوكرانية والعالمية وأزمة الطاقة وما إلى ذلك، وأيضا الجيوبوليتيك الدولي الجديد في المتغيرات والحاجة إلى دول من مثل جيوبوليتيك العراق وغيره من الدول التي تحتاج إلى تنافس دولي حتى تندعم هذه الدولة. يعني في وضع مريح والعراق، وأنا يعني فرح جدا في مفردة قالها البارحة بالمنح الثقل للحكومة في البرلمان، قال أننا نعي أهمية العراق الاستراتيجية في هذه المنطقة وفي الصراع. هذا مهم في القراءة السياسية، في القراءة الاقتصادية، في قراءة اتخاذ القرارات المستقبلية. ولذلك نقول أن لعل هذه الحكومة الآن تأتي على قراراتها برؤية راسخة، بعقل منظم أيضا، في خيارات متعددة لتعظيم المنفعة إلى الشعب العراقي وإلى الدولة العراقية بشكل عام. ونترك الحديث عن حكومة تصريف الأعمال، ونترك الحديث عن أيضا الآن في إجراء قانوني وقضائي بالنسبة إلى الفساد وبالنسبة إلى الوظائف التي منحت في فترة السنة على أقل تقدير بعد الانتخابات بطريقة غير قانونية غير يعني دستورية. دعوة مهمة جدا أستاذ حسين، هذه موضوعات أنا أعتقد سهلة ويفترض أنها لا تكون هي الأساس في الانطلاقة القادمة. الانطلاقة القادمة يفترض أنه مسار العمل يتحرك ويمشي هذا المسار، وهذا مسار إداري قانوني دستوري، هو يأخذ مجراه طبيعي بشكل سلس وفي إدارة ملفات منظمة ومنتظمة. طبعا لا تخلو من خشونة مع أطراف، ولا تخلو من إجراءات قانونية وقضائية بحق الأطراف الذين عبثوا بالمال العراقي، ولكن أنا أقول هذه مو هي الأولوية. إذا نلتهي إحنا فقط في هذه المداخلة في هذه الجزئية التي يفترض أنها مسارا قانونيا قضائيا صرفا، لدينا آخر مسارا إداريا خدميا، وهذا شعار هذه الحكومة. يفترض المباشرة تنطلق من تقديم الخدمة ابتداء، من تقديم الخدمة ابتداء. الموضوع أيضا في موضوع الخدمة معقد وملف شائك جدا. اسمع أستاذ حسين ما طرحته يعني من نقاط مهمة. دكتور سلام يطرح ضيف الكريم أستاذ حسين شلوشي بأنه هسه قضية الحكومة السابقة لها ما لها وعليها ما عليها، أكو مسارات قانونية وقضائية يتم سلوكها ومحاسبة التقصير الحاصل، ولكن
أشار إلى نقطة أيضا مهمة، الجيوبوليتيكال الدولي، هذه نقطة مهمة جدا في يعني إعطاء فرص للحكومة الحالية الجديدة، ولا سيما بأنه هنالك دعما دوليا من واشنطن، من الاتحاد الأوروبي، كل هذه التوجهات الدولية نحو العراق كيف من الممكن أن تستثمرها الحكومة الجديدة؟ نعم فعلا يجب أن نترك يعني تقييم المرحلة السابقة وأن نبتعد بصراحة عن الحالة الانتقامية. يعني اليوم شاهدنا كثير من الجهات، إذا تكون جهات حزبية أو مراقبين أو محللين سياسيين، يعني اليوم يصبون جم غضبهم على الحكومة السابقة. نعم هي لها ما لها وعليها ما عليها، وهي أصلا كانت حكومة مؤقتة، الغاية الأساسية منها هي إجراء انتخابات مبكرة. الخطيئة التي وقعت فيها الحكومة أنه هي استمرت في عملها بعد إجراء الانتخابات، بعد حكومة تصريف الأعمال أخطأت بشكل كبير، وكان الهدف هو البقاء بالسلطة، وهذا بصراحة أريد أن لا تقع به الحكومة الحالية. يعني الحكومة الحالية أيضا أعلنت السقف الزمني هو سنة لإجراء الانتخابات، نتمنى أن لا تقع بنفس الخطيئة للسيد الكاظمي وأن تنجز مهامها خلال سنة، حتى ممكن أن تكون هي بوابة لإصلاح النظام السياسي. الدعم الدولي مطلوب والدعم الإقليمي ضروري جدا، وأول يوم قلنا أن السيد السوداني أمام 4-3 مستويات. المستوى الأول هو تحديات داخلية لمعالجة أزمات وملفات وخدمات يجب أن تكون منظورة وملموسة، وهذا يجب أن يلاقي بالدعم من الكتل السياسية وأيضا فريقه الوزاري الذي يعمل معه. المستوى الثاني يتعلق بالدعم الإقليمي والدولي، وهذا بصراحة يعني ينجح أي رئيس وزراء، بدون دعم إقليمي ودولي ستضعف من الحكومة. التوجهات الأولية والمعطيات بأن هناك دعم كبير جدا للسيد السوداني، على اعتبار أنه جاء بعد مرحلة شبه انهيار، يعني بصراحة كنا على حافة الهاوية، وبالتالي أعتقد أنه المشروع الكبير الذي يحمل على عاتقه السيد السوداني ممكن أن يلاقي الدعم من الجانب الإقليمي الذي ينظر إلى العراق كمحطة استقرار، واستقراره من استقرار المنطقة. الشيء الثالث والمستوى الثالث اللي يواجه السوداني هو إعادة هيبة العراق بصراحة، التي فقدت بسبب تنازلات قدمتها يعني الحكومات، يعني بعض الحكومات السابقة اللي هي كانت الهدف الأساسي منها هو بقائها بالسلطة. اليوم ضروري جدا أن نركز على هيبة الدولة وحصر السلاح والاعتداءات الخارجية التي أصبحت يعني أراضينا وسمعنا مستباحة أمام كثير من الدول الصديقة والجارة، وهذا حقيقة ما انعكس بشكل سلبي على الوضع الأمني وحتى على هيبة وسيادة البلد. يحتاج السوداني دعم كبير داخلي وخارجي من أجل النهوض بمشروعه الإصلاحي ومحاوره الكبيرة والكثيرة. يعني بصراحة هو أطلق مشروع ممكن يحتاج إلى سقوف زمنية أكبر، ولكن هو أمام تحديات. حتى لو يبدأ على الأقل ببعض المحاور الأساسية كخطوات أولى، ومن ثم تأتي الحكومة الجديدة من بعده وتسير على النهج الصحيح الذي أسس له السيد السوداني. نتمنى أن يلاقي الدعم من كل القوى السياسية. الحكومة أشبه بجنين في رحم مليء بالاضطرابات، ولكن ممكن أن هذا الجنين يخرج إلى الحياة بصورة جيدة في حال أن تتم هناك معالجات حقيقية ودعم حقيقي، وأيضا يكون هناك حزم وقوة من السيد السوداني في عدم الاستجابة لرغبات وضغوطات الكتل السياسية، لأنها ستكون معوق في فشل واستمرار الحكومة. نتمنى أن يأخذ على عاتقه هذا الأمر وأن تكون قراراته مدروسة، وحتى في محاسبة الحكومة السابقة يجب أن يترك هذه الأمور إلى القضاء. طيب. والقضاء هو الفيصل في يعني محاسبة أي شخصية متورطة بفساد، بهدر المال العام، في يعني أمور سيادية وإقليمية، عقود قد تكون مضرة للعراق، هذه بصراحة نتركها إلى القضاء وهو الفيصل، ويجب أن نبتعد عن الحالة الانتقامية. وكذلك أريد أركز على نقطة مهمة أستاذ أحمد، الحديث بلغة الفوز والمنتشي والمنتصر من بعض القوى السياسية وممثليهم وأعضائهم، أعتقد هذا يعني غير ملائم في الوقت الحالي. الفوز هو للعراق، الفوز هو للمشروع، فبالتالي يجب أن نبتعد أنه نحن انتصرنا والجهة الأخرى خسرت، ونحن
من حقق المراد واخذنا الحكومه. هذا حقيقه امر اولا استفزازي، ثانيا هو يعني بصراحه بعيد كل البعد عن ما يسعى الى الشارع. شارع يريد خدمات، يريد حكومه حقيقيه، يريد موازنه، يريد شيء ملموس، ما يهمه من اللي يجي على راس السلطه، المهم هو ان يكون المشروع اصلاحي وخدمي ويغير الواقع السياسي المؤلم اللي عاش العراق. هاي المحددات اللي خليت دكتور سلام، خليني اتوجه بها للسيد غوران. لما يتفضل ضيف الكريم سيد الزبيدي بانه الشعور بالفوز، طيب نقدر نقول بان الفريق الوزاري في الحكومه الجديده فريق منسجم، يكون ولاء قبل ان يكون ولاء حزبيا، ولاء لهذا المجلس، هذا الفريق، فريق مجلس الوزراء، بالتالي الأداء اللي مطلوب منه إنجاز بسرعة كبرى راح يحقق هذا الفريق إنجازات قريبة تخدم المواطن كما وصفت الحكومة نفسها بحكومة الخدمات. نعم، أنا ذكرت أن الحكومة الحالية، حكومة السيد السوداني، ستكون حكومة ناجحة، وخاصة أن القوى السياسية الكبيرة، الاتحاد الوطني الديمقراطي الكردستاني من البيت الكردي، الإطار التنسيقي والقوى السياسية الكبيرة الشيعية في البلاد، وكذلك القوى السنية السيادة وعزم داعمة لهذه الحكومة، والوزراء، الوزراء في كابينة السيد السوداني من هذا التحالف الكردي الشيعي السني. باعتقادي الدعم موجود، دعم كبير من القوى السياسية الكبيرة في البلاد لحكومة السيد السوداني، ولكن بشرط أن لا تملي هذه أحزاب سواء من البيت الكردي أو السني أو الشيعي أو فرض إملاءات على السيد السوداني. يجب أن يترك السيد السوداني لإنجاز منهاجه الوزاري، وباعتقادي منهاج جيد جدا وكان باتفاق مع كل القوى السياسية في البلاد، وستكون باعتقادي حلا لأكثرية المشاكل التي عانت منها الحكومات العراقية منذ العام 2005. يجب ترك السيد السوداني لكي يقوم بعمله بإدارة البلاد من الكابينة الوزارية. الوزراء باعتقادي منسجمون ومن القوى السياسية الكبيرة التي دعمت أساسا السيد السوداني، والسوداني هو أيضا شخصية مقبولة من قبل الشارع العراقي وحتى من القوى السياسية الحالية. أعتقد الحكومة ستنجح في عملها، ولكن يجب ترك أكثرية العمل للسيد السوداني لإنجاز مهامه في إدارة البلاد. هناك أيضا نحن ذكرنا أن هناك دعم داخلي للسيد السوداني، هناك أيضا دعم إقليمي وكذلك دعم دولي لهذه الحكومة، لهذا باعتقادي هناك أسباب نجاح كبيرة لهذه الحكومة. هذه الحكومة نتمنى أن تستمر الحكومة 4 سنوات لكي تكمل كل المهام أو كل المنهاج الوزاري التي أعلنه السيد السوداني. دكتور سلام يقول أنه تريد الحكومة للتهيئة للانتخابات المبكرة كما وعدت وقطعت عهد على نفسها. صحيح، صحيح تماما. أنا ذكرت هذه الحكومة يجب أن تحل كل المشاكل، هناك مطالب من هذه الأحزاب السياسية التي شاركت في الحكومة، ولكن أنا ذكرت أيضا عقبة أخرى، الصدريين، التيار الصدري وكذلك التشرينيين، هناك مطالب لمكافحة الفساد كما نعرف هي عقبة كبيرة جدا عانت منها كل الحكومات السابقة، وهي عقبة رئيسية برأيي. لكن انا قصدي حضرتك لما تدعو لبقاء الحكومه 4 سنوات، يعني حتى هذا الوقت اكثر من وقت مجلس النواب الحالي لحل البرلمان خلال مده سنه، وكذلك العمل لاجراء انتخابات لحكومه مقبله. اشكرك شكرا جزيلا سيد غوران فتحي، عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، حدثتنا عبر سكايب من السليمانيه، والشكر كثير لحضرتك الدكتور سلام الزبيدي عضو ائتلاف النصر على هذه الاثراءات. تتفضل البقاء معي الاستاذ حسين الشلوشي لنتابع في الملف الاخر بعد الفاصل. مشاهدي الاحبة نتابع. حياكم الله مجددا مشاهدي الاحبة، وجدت ترحابي بضيفي الكريم الاستاذ حسين الشلوشي الكاتب والمحلل السياسي. استاذ حسين، نتحدث عن المنهاج الوزاري اللي تم التصويت عليه يوم امس يعني بالأغلبية، تطرق إلى العديد من الأولويات وتحديد المهام. نبدأ من عدد الصفحات، يعني عدد الصفحات
29 صفحة. الحكومة السابقة ما نعرف هسه قد كان منهاجها الوزاري، ولكن بحكومة رئيس الوزراء الأسبق سيد عادل عبد المهدي كان 121 صفحة، لما نقارنها ب 29 صفحة هل هنالك من مؤشرات نقدر نستشفها من خلال العدد فقط؟ من خلال العدد في شيء اسمه تفصيلي وتنظير ايضا واطار نظري واسع يستغرق في مفردات الاداره ومفردات ميادين الاداء الحكومي، وهنالك اختزال اخر في الاداء المحدد الذي سيكون. واحده من المفردات الحاكمه هي في السطر الاول الصفحه الاولى ان هذا المنهاج منهاج واقع قابل للتطبيق. هذا الان اعتقد هذا الموضوع هو الذي جعل المنهج ان يكون بهذا الحجم من الاوراق، لانه هاي قابله للتطبيق، واحنا ايضا حتى هاي القابله للتطبيق لو طبقت بنسبه اكثر من النصف فهي انجاز كبير جدا بالنسبه الى العراق، باعتبار احنا عشنا فتره فراغ اداء حكومه على مدى 3 سنوات او 4 سنوات منصرمه بين احداث تشرين وبين حكومه تصريف الاعمال او الحكومه المنتهيه ولايتها اللي كانت معنيه بالانتخابات. انا اعتقد عدد الصفحات اهميته في هذا التبويب والتصنيف وذكر الاولويات بالنسبه الى الحكومه، بالنسبه للحكومه كاداء وانجاز كامل، وبالنسبه الى توصيف المشكلات ايضا في تصنيف المشكلات الأساسية بالنسبة إلى البلد وإلى المجتمع العراقي، ومن ثم قدرة هذه الحكومة على إنجاز هذه الملفات. هذا المنهج حقيقة، حتى لو لا سمح الله لم تتمكن هذه الحكومة من إتمامه بالكامل وإنجازه، فهو أنا أعتقد هو يمثل نموذج لبناء منهج حكومة أو للعمل على نفس هذه المفردات بأداء أسرع وبحاجات مختلفة إن شاء الله غير التي ذكرت، باعتبار أن الجزء الأول من المشكلات هي متراكم مشكلات أداء حكومي لا سيما المتعلقة في الفقر والبطالة ودعم القطاع الخاص وبناء القطاع المختلط وحماية المستهلك وتحسين خدمات مكافحة الفساد ومعالجة بطالة، كل هذه الأولويات يعني تم تذييلها بمتابعة وإشراف من قبل رئيس مجلس الوزراء. تمام. هذه العبارة ما راح تخلينا أنه نتكلم عن الولاءات اللي معهودة بالحكومات السابقة، ولاء الوزير لحزبه، هذه الإشراف والمتابعة هذه المفردة راح تخلينا أنه نحس أكو بالفعل فريق وزاري بإشراف ومتابعة من قبل رئيس مجلس الوزراء؟ طبعا السيد رئيس الوزراء هذه المفردات التي تحدث عنها خاصة فيما يتعلق بالفقر والرعاية الاجتماعية باعتباره هو وزير عمل وهو مدرك إلى حجم المشكلات في هذا الملف، أيضا مدرك إلى حجم العوائل الفقيرة من أرامل وأيتام وغير مؤهلين للعمل وكبار السن والنساء وكل هذه الشرائح. احنا تتخيل فرد واحدة من المفردات التي لا يريد أن يصرح بها السيد رئيس الوزراء ولا يذكرها بالمنهاج الحكومي، العراق لوحده يمثل ثلث يتامى العالم، هذه الكارثة. يعني احنا عندنا 5 مليون يتيم الآن في العراق، معالجة هذا الوضع أنا أقول مو هين ولكن ممكن لأنه البلد ثري، البلد بموارد، البلد بأموال، البلد بإمكان لمعالجة هذه المشكلات طالما الوضع يتعلق في تحسين الحال المعيشي. طيب. فأقول بإشراف مباشر، أنا أعزو هذا إلى الإدراك المباشر إلى هذه المشكلات فضلاً عن وضع الخطط الكفيلة التي تسد هذه الحاجة، وهو ذاك القسم من يمها أيضاً وقال هذه من خلال القطاع الخاص ومن خلال بناء المصانع والمعامل والقطاعات الزراعية والأكثر وكل هذه ذكرها المتوسطة والصغيرة. أيوة. يعني خطوات عملية، هذا المنهج به خطوات عملية مباشرة يدركها الوزير، يدركها المدير العام، ولكن أيضا نخلق بعض الجدليات حتى نفهم السطور وما بين السطور، حتى تكون هذه الحلقات هي شاهد على الأداء الحكومي في المستقبل. اسمح لي أستاذ حسين أن أرحب بضيفي الكريم الأستاذ علاء الصفار السياسي المستقل ينضم معي عبر سكايب. أهلا بك أستاذ علاء. يتحدث سيد حسين شلوشي
عن المنهاج الوزاري والأولويات اللي تم اعتمادها، الأولويات الخمسة. خلينا نأخذ بعضها، مكافحة الفقر، معالجة البطالة، نربط هاي الأولويات مع ارتفاع سعر الدولار. الحكومة السابقة رفعت السعر، مراقبين يقولون أنه رفع سعر الدولار زيد من الناس الموجودين تحت خط الفقر، زيد أعدادهم، بالتالي المنهاج الوزاري ما نص مباشرة على إعادة سعر الدولار إلى ما كان عليه. كيف تقنعنا بهذه الأولويات وعدم وجود نص ب يعني رجوع سعر الدولار؟ بسم الله. حكومة بس دي ما واضح الأخ سجاد، واضح يمك الصوت؟ أنا أسمعك بوضوح. المشكلة بالإنترنت، تفضل أستاذ علاء، حتى إذا ما تعالجت المشكلة نحاول نعالجها بطريقة أخرى. نعم، الآن تسمعني بشكل أوضح؟ هسه جيد. نعم. نعم. ابتداءً السلام عليك وعلى مشاهديك الكرام وضيفك العزيز. أخي العزيز، يعني حكومة الأخ مصطفى الكاظمي، حكومة تصريف الأموال، يعني كبلت وكبلت العراق بأمور كثيرة ومن ضمنها الدولار. يعني عندما يتم رفع سعر صرف الدولار وباتفاقات مع البنك الدولي، يعني ليس من السهولة الحكومة التي تأتي بعدها أن تكون لديها بحبوحة ومساحة واسعة تستطيع أن تفعل بها أشياء كثيرة. ستكون الملفات صعبة بالنسبة لحكومة الأخ السوداني، لأنه بصراحة ما قامت به حكومة تصريف الأموال من سرقات وإهدار مال عام، وابتداء من قانون الأمن الغذائي الذي أهدر كذا مليار، وسرقة القرض، والاتفاقات التي لا طائل منها سوى تبديد ثروات العراق تارة مع الأردن وتارة مع غير الأردن، وأمور كثيرة. المشروع كان هنالك حكومة، نقولها بصراحة، بعد حكومة السيد المالكي الولاية الثانية بدأت الدولة العراقية بالانهيار. يعني جاءت حكومة العبادي، حكومة بعملية انقلابية ليس تشوبها الكثير، وأتت حكومة عادل عبد المهدي لتنتشل هذه الأزمة، وجاءت المؤامرات كلها، وصلوا البلد إلى حافة الهاوية، الاقتتال الداخلي والحروب، ماكو وطن ماكو دوام، حرقوا الشارع، يعني عطلوا كل مؤسسات الدولة، ووصلت إلى ما وصلت إليه، يعني قاب قوسين أو أدنى من اقتتال داخلي في العراق. يعني كلنا قد يعني سمعنا الهاونات والصواريخ والقاذفات التي وصلت بين الطرفين، بين المشروعين إذا صح التعبير، إلى أن جاءت فتوى السيد الحائري حفظه الله، وقام بترك الفتوى وقام بحل كل ذلك. هذه توازي فتوى السيد السيستاني، فتوى الجهاد بالنسبة لوجهة نظري، التي درأت حرب الفتنة المؤكدة والاقتتال الداخلي المؤكد بفتوى سماحة السيد الحائري حفظه الله، أو الذي لم تحصل أبدا في تاريخ يعني هذا الموضوع أيضا يفتح لنا باب للحوار جديد. أستاذ علاء، دعني أقاطعك إذا تفضلت. أستاذ حسين، تفضل السيد الصفار بظاهرة مكافحة السلاح المنفلت، وأيضا من ضمن مراقبتنا للمنهاج الوزاري كانت هنالك فقرة في تذييل الملف الأمني، وهي أن هنالك إنهاء لظاهرة السلاح المنفلت. وحضرتك بالملف الأول اتطرقت أيضا إلى المواضيع السيادية والتجاوز على السيادة، وأيضا هنالك يعني الكثير من المشاكل بظاهرة السلاح المنفلت. هل ستستطيع هذه الحكومة مواجهة هذا الملف وحسمه؟ أعتقد هذا الملف هو ليس ملفا محليا صرفا، هو ملف يتعلق بالخارج في معظمه، باعتبار أن تواجد قوات أجنبية داخل العراق دون إرادة عراقية، ولا سيما
القوات الأمريكية والقوات التركية. هذه تدعو وتسمح بشكل شرعي وبشكل قانوني لوجود سلاح خارج قبضة إدارة الدولة، باعتبار أن الخيار لمواجهة هذه القوات مفتوح ومتاح أيضا إلى الجميع. ولذلك هذه الحكومة لربما في حسبانها، وهي تدرك تماما أن إزالة الأسباب لهذا لوجود هذا السلاح ممكنة، ومن خلال السياسة ومن خلال التفاوض ومن خلال التفاهم. ولكن الحديث عن سلاح آخر، سلاح منفلت آخر، ما هو داعش سلاح منفلت، العشائر سلاح منفلت، السراق سلاح منفلت، وهذا هذا لا ينطبق على سلاح آخر الذي ترمي إليه بعض القوى السياسية البعيدة التي تشارك مع السلاح المنفلت المضر بالبلد، المشارك في عصابات داعش، المشارك في الإرهاب، المشارك في دعم الاحتلال التركي، المشارك في ذبح العراقيين في أكثر من مكان وأكثر من منطقة وأكثر من هذا فيما يتعلق بالسلاح. دعني الدقيقة الأخيرة من أحد السيد الصفار صار على من ضمن أيضا الملاحظات التي رصدت في المنهاج الوزاري بعدم تطرقه إلى الاتفاق الصيني، وحضرتك من المتبنين لهذا المشروع، فهل أن البرنامج الوزاري أو البرنامج الحكومي عفوا الذي سيخطط راح يشمل الاتفاقية منهاج الوزاري ما نص عليها؟ طب قطعا هذه الحكومة نحن كلنا نعرف مدى الضغوطات التي أتت حتى شكلت، يعني الكل يرى أنه حتى في التشكيلة الوزارية هنالك وزراء مدورين، هنالك وزراء عليهم ملفات فساد، وقد فرضوا على الأخ السوداني مثلا وزير الخارجية، وزارة المالية، هذه لا أعتقد أن الأخ السوداني قام هو باختياره، وإلا كان من المنطق والعقلائية أن يأتي بوجوه جديدة لم تشبها كل هذه المشاكل، وخاصة الأرض كانت محروقة، والكل يعلم أن مستوى الاصطدام والدماء والحرب الداخلية كان قاب قوسين أو أدنى. يعني لا نتوقع أن يكون لدى السوداني عصا سحرية تستطيع أن تحل كل شيء، هنالك ضغوطات إقليمية. لم نشهد أيضا للمنهاج الوزاري اشتراك شركة سيمنز الذي قامت الولايات المتحدة والسفارة تحديدا ب يعني إنهاء الصفقة مع شركة سيمنز لإعادة الكهرباء، بالإضافة إلى شركة دايو وارتباطها يعني سرقة القمح، وهنالك أحاديث عن 300 مليون أو كذا رقم دولار، يعني شبهات فساد ورشا. هذا كله هنالك ضغط، نحن لم نقم بإخراج القوات المحتلة خارج العراق، لم نكن يعني بعيدين كل البعد، لم تتطرق أيضا المنهاج الوزاري إلى ماذا سوف يكون موقف هذه الحكومة من الاتفاقيات المتحفة التي باعت نفط البصرة والأردن وإلى مصر بأبخس الأثمان دون وجه حق. يعني هذا مستقبلنا ومستقبل أولادنا، كل هذه هذا الموضوع لم تتطرق إليها الحكومة. قطعا أنها حكومة لديها تحديات كبيرة، لكننا نأمل أنها هذه الحكومة حكومة يعني تلبي الطموح بالإمكان، ولكن أهدافها ونواياها نحن لدينا يعني تفاؤل حول نوايا وأهداف هذه الحكومة، ليست كحكومتها السابقة أو ما تسمى بحكومة تطبيق الأموال. يعني هذا الموضوع والعصف الذهني تفضلت به حضرتك والأستاذ حسين شلوشي، يعني يدعونا إلى أن نفتح محاور أخرى في حلقاتنا المقبلة للتمييز بين المنهاج الوزاري والبرنامج الحكومي، وكيف سيتم إدراج بعض الفقرات التي لم تدرج في المنهاج الوزاري. لذلك أشكرك شكرا جزيلا أستاذ علاء الصفار السياسي المستقل، حدثتنا عبر سكايب من السويد، وكذلك الشكر كثير لحضرتك أستاذ حسين شلوشي الكاتب والمحلل السياسي، ضيفا كريما في الأستوديو. شكري موصول لكم مشاهدي الأحبة، في أمان الله.